السلام عليكم ورحمة الله الزفلاون. اليوم ثلاثاء 110 لحراك طلبة، وهذا الحراك ما بقاش يعني محدود عن طلبة فقط، وإنما الشعب انضم وضم صوته إلى جيل الغد، إلى هذه الشبيبة وهذه الطلبة اللي يمثلوا جزائر الغد، الجزائر الجديدة تاع الصح، مش الجزائر الجديدة تبنى بنزار وتوفيق وبن قرينا وتبون وشنقريح الوجوه القديمة البائسة. اللي يزيد يهتم في المرادية، هذه الثورة هي الوطنية. هذا هما اللي نبنيو بهم الجزائر الجديدة إذا حابين صح نمنو، ولكن على كل حال ماشي يحبوا ولا ما يحبوش العصابة. بهم تتبنى الجزائر الجديدة، بهذ الطلبة، بهذ الشباب اللي راهم يخرجوا كل ثلاثاء بالإضافة إلى يوم الجمعة، لكن ثلاثاء مسمية عليهم هما، لأنه هادو خارجين من الجامعة. هذا جيل ساعات، وهذا الطلبة هادو يعتبروا أبناء جيل 19 ماي 56، نداء 19 ماي 56 تاع جبهة التحرير اللي تلقاتو باش يلتحقوا الطلبة والثانويين بالكفاح المسلح. هادو هما خير خلف لخير سلف، هادو خلف تاع جيل 56. طلبة هادو يعبروا أولا على عبقرية الشعب اللي ينتميوا ليه، ويمثلوا ضمان المستقبل الجزائري، لأنه هذو هما مستقبل الجزائر. ومستقبل الجزائر ما هوش في ناس حاملة شهادات ما عندها حتى وعي سياسي، لأنه حامل شهادة واللي ما عندوش وعي سياسي ما يصلح له، هذا قادر يوظف ويستعمل لضرب مصالح الجزائر كما راهم مستعملين كثير من حملة الشهايد الجامعية، وراهم يكسروا في الدولة الجزائرية، وراهم يكسروا في مستقبل الجزائر. هذو ما واعيين سياسيين، نتمنى يبقوا ديما هكذا. هذو اللي تقدر تعول عليهم في المستقبل، بلا نقدر يقول مستقبل الجزائر مضمون مع هاد الشباب اللي راهم يخرجوا كل ثلاثة يتحداو عصابة مجرمة، يتحداو نظام بائد اللي ماهوش حاب يطلق زمام الحكم، نظام اللي مسيطر وفارض روحه بالقوة، لأنه واحد كل جمعة وكل ثلاثة الناس تخرج يقولوا روح ما تحقوكش، من لما ينظم انتخابات الناس ما تشاركش. وش معناها؟ لو ما عندوش مصلحة شخصية راهو راح من ذاك الوقت، يروح قال يبقوا على خير ما بغيتونيش نروح، روح أسي. اليوم طلبة هادو زادو خرجوا بقوة ومعاهم الشعب انضم لهم، وبينوا عبقرية الشعب في الشعارات ديالهم، سمعت، والسلمية اللي خارجين بها. اسمعوا هاد الشعارات، شوفوا اسمعوا، شفتوا؟ قالوا جينا ما جابوناش. واش معناها جينا ما جابوناش؟ يعني احنا ماناش يكركروا فينا، احنا جينا بمحض ارادتنا لان احنا واعيين. اما انتم اللي معكم شوعي وانتم اللي موافقين يكركروكم، تعم بالكم رانا كيفكم، يكركرونا ويجيبونا. لا ما جابوناش، جينا ما جابوناش. شتو؟ هذا اجمل رد على عصابة نتنة، عصابة مجرمة ما تأمنش وما تصدقش باللي كاين جزائريين واعيين، لأنه العصابة عناصرها بدون وعي، عناصرها تفكر إلا في مكتوبها، تفكر إلا في الكونت بونكير تاعها، تفكر غير في تدمير البلاد باش تبقى، لأنه قد ما تدمر البلاد قد ما هما قاعدين وقد ما هما باقيين. شتو كيفاش؟ إذن هادو بينوا باللي الجزائر والجيل القادم مضمون مستقبلهم، مستقبل الجزائر مضمون بهذو، بهذا الشباب اللي خرجوا، بهذا الطلبة اللي خرجوا. وخير دليل على أنه كاين تلاحم ما بين الأجيال، شوفوا في الصور ناس كبار في السن، نساء كبار في السن،
شفتوا كيش ما تقدر العصابة تنظم مظاهرة تجيب كما كانوا يديروا يجيبوا بلي بيوس وكذا منا يجيبوا من كل جهة ويحطوهم تزير زعما باش يديفلوا دوك ما عادش يقدروا يديروها تيرميني ما عادش اللي يسيبوا شكون يقبل يبين وجهه ويجي يأيدهم ويصفق لهم ما عادش سي تيرميني روحوا ديروا انتوما مسيرات تعبر على مساندة النظام مساندة العصابة والله ما تصيب قط القطوطة هذوك اللي يدوروا في البور سمعت والله ما يجي معكم ما يجوش معاهم لأنه هذه العصابة منبوذة من الجميع وهذوك قلة القرارات الأنذال اللي لاصقين فيها ومازال يشيطوا طامعين كش ما يديو ما يمثلوش الشعب شفت انتخابات الرئاسية بالتزوير أرقام مزورة ما داروش 40% حتى 32 يعني ما كانش النص ولايتين دو ولاية تيزي وزو بجا 0% ما قدروش حتى يزوروا ما قدروش يدخلوا يزوروا ما قدروش حتى يحطوا الصوت تاع الوالي ولا لا 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 ليكزيكوتيف اللي معاه والو ريان دي تو شتو كيفاش يعني هذا هو المشكل تاع العصابة ما عاد عندها حتى مصداقية لا في الخارج ولا في الداخل بينما اليوم الحراك شعبي كل نهار جمعة وطلابي مع تلاحم شعبي كل يوم ثلاثاء باش يبينوا العصابة أن لا مستقبل لها المستقبل ومع هذا الجيل مع الشباب ليخرجوا كل نهار ثلاثة يتحداوا عصابة مجرمة شباب اللي ما نساوش طلب هذو راهم ينضموا لهم شباب شمارة ما يخدموش شباب ما كملوش دراستهم لأنه ظروف ما سعفتهمش ولكنهم واعيين 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 سياسيا واعيين من كل جوانب وهذوما تبني بهم الجزائر ما تبنيهاش مع السفهاء الأنذال اللي الزلام العصابة ما تبنيهاش معهم الله يقدر خير بلادنا والسلام عليكم ورحمة